تطور اللغة العربية في نيجيريا. من المعروف أن نيجيريا لم تكن معروفة بهذا الاسم وبهذا الشكل الموجود اليوم إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، حينما افتتح المستعمرون الإنجليز تلك المنطقة واستولوا عليها. فمن الحقائق المسلم بها أن اللغة العربية وتاريخها في بلاد نيجيريا مرتبطة بدخول الإسلام فيها، وصاحبتها ثقافتها مع حركتها بفضل تلك العلاقة الوطيدة بين التجار المصريين والمغربيين، حيث أن الموجود قبل القرن التاسع عشر الميلادي إذن هو عدة ولايات وممالك موزعة تختلف في حجمها وقوتها وعاداتها وتقاليدها، وكانت كل واحدة منها مستقلة ومنفصلة عن الأخرى تمام الانفصال، إلا أن بعضها تربطها رابطة وهي رابطة لغة هوسا والروابط التجارية التي كانت بينها، قد تتحالف في أوقات الحرب أو الخوف ضد العدو. وقد شاهد التاريخ ذلك عندما قام الشيخ عثمان بن فودي بثورته الإصلاحية ضد ما كانت تلك الولايات عليه، فاستنجد ملك غوبير بزملائه من الأمراء ضد الشيخ. إن حركة الشيخ في القرن التاسع عشر أدت إلى تأسيس مملكة إسلامية قوية مكونة من مجموعة الولايات التي كانت موجودة، واتسع نطاق تلك المملكة حتى شمل ما يربو على نصف مساحة نيجيريا الحالية من الناحية الشمالية. أما عن أصل دخول الإسلام في نيجيريا، دخل فيما بين القرن الحادي عشر والرابع عشر الميلادي، وقيل إن الإسلام دخل في مملكة كانو في القرن الحادي عشر، وأن أول من اعتنقه من ملوكها هو هيمي جلوي، وذلك عام 1085 إلى 1097 ميلادية، وسمى نفسه بعد إسلامه محمدا، وأسلمت على يده مملكته كلها. أما في الولايات حوسة فإنهم يقولون إن الإسلام دخل في كانو مثلا في القرن الرابع عشر، وأن أول ملك أسلم فيها هو علي بياجي، وذلك 1349 إلى 1385 ميلادية، وانتشر في عهده. وقد انشرح صدور الأمة الإسلامية في تلك المنطقة بالإقبال نحو التعليم والثقافة العربية الإسلامية، حيث التحق البعض بالمغرب ومصر. بدأ التعليم في هذه الدولة بمراحل كالآتي: أولاً التعليم بالدهليز، هذا النوع من التعليم في نيجيريا كأنه مخصص بالشباب وكبار السن، وبالأكثر يكون في بيوت العلماء والشيوخ أو في مبنى خاص يجلس فيه الشيخ ويكون متجها نحو الطلاب، وهم أيضا يتجهون نحوه على شكل حاشية الملك أو على شكل دائرة
أو على شكل مقوس يحملون كتبهم ويقرئهم الشيخ وهم يصغون إليه. ثانيا التعليم في الخلاوي القرآنية، تكون هذه الخلاوي أحيانا تحت ظل شجرة أو بمسجد الشيخ الذي في الأغلبية قريب من بيته، يحملون الطلاب ألواحا من الخشب ومدادا فيه الدواء والقلم العصبي للكتابة. وأكثر الطلاب صغار، ويوجد الكبار أيضا الذين معظمهم ترعرعوا على هذا النمط من التعليم. ثالثا تطور وازدهار الدهاليز، تطورت الدهاليز وأصبحت تدرس أي نوع من العلوم المتعلقة بالدين من تفسير وحديث وعلوم القرآن ومصطلح الحديث والفقه وأصوله، والمتعلقة باللغة العربية من نحو وصرف وقواعدها وبلاغة بفنونها وأفنانها وأدب بشعره ونثره. رابعا إنشاء المدارس الحديثة، أن أول مدرسة أنشئت حديثا لخدمة اللغة العربية وتعليم الشريعة هي المدرسة المعروفة في أيامنا هذه بمدرسة العلوم العربية كانو، وذلك سنة 1934 ميلادية بمساعدة بعض من الأمراء، ومن بعدها ظل إنشاء المدارس العربية يتوسع في نيجيريا. خامسا المدارس الإسلامية، هذا أيضا نوع من المدارس المختصة بالصغار لأنها بمنزلة المدارس الابتدائية، حيث ظل التعليم الحكومي سائدا لا يلتحق الطالب بالثانوية إلا بمروره عبر هذا الممر. لذلك أنشأ بعض العلماء هذا النوع من التعليم الذي لا علاقة بموادها مع المواد الإنجليزية إلا اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وألصقت مع المدارس الحكومية، وأصبح الطالب بوسعه أن يصل إلى الثانوية من خلالها وهو يعرف أشياء من اللغة العربية. نظرا إلى هذه التطورات ندرك أن اللغة العربية قد أشرقت بنورها شتى نواحي نيجيريا حتى أصبحت لغة كتابة قبل الاستعمار في بلاد هوسا، وتكتب لغة يوروبا وفلاتة بها لمكانة التي وجدت من قبل قبائل هوسا ويوروبا وفلاتة. لكن للأسف الشديد بمجيء المستعمرين إلى نيجيريا حاولوا إطفاء نور العربية والدين بالكلية، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره، مع أنهم قد انتصروا في جانب آخر حيث أبدلوا حروف الكتابة بعد عناء ومشقة من حروف العربية إلى الحروف اللاتينية، أي أنها تكتب باللغة الإنجليزية، وما زال البعض مستمسكين بالأصل وهو الكتابة بالعربية. سادسا إنشاء المدارس العربية الإسلامية فوق الثانوية. بعد إنشاء مدرسة العلوم العربية الثانوية تطور التعليم العربي، حيث تم إنشاء مدارس العربية الإسلامية لما فوق الثانوية. فأول مدرسة أنشئت هي كلية باير التي أصبحت بمرور الدهر وتقلب العصر جامعة مرموقة الأمر، وتتابعت الزيادات في إنشاء أخرى الرسمية جنوب وشمال البلاد مثل مركز التعليم العربي الإسلامي في عقيقة عام
1952 ميلادية، وتبعه حذو النعال بالنعال المعهد العربي النيجيري في إبادان، وذلك 1957 ميلادية. اتسع نطاق تعليم اللغة العربية في ولايات شمال نيجيريا، وأنشئت على إثرها مدارس عديدة من الابتدائية والثانوية وغيرها في ذلك الزمان. ووجدت اللغة العربية حديثا تقدما وازدهارا وتطورا بالغا، ولحقت اهتماما بارزا عند ساكن نيجيريا شمالا وجنوبا، حيث تم إنشاء جامعات أخرى التي تهتم باللغة العربية في عدد من الولايات مثل سوكوتو وميدوغوري وجوس وإيلورين وغيرهم.